الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي أندى المجالس وأفضل المجالس على الإطلاق. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الخير ما حيينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أعلموا بأن هذه المجالس هي فيها الخير والبركة ورضوان الله جل في علاه، وختام اليوم أن يكون بمجلس من مجالس العلم، هذا من توفيق الله جل في علاه للعباد. وإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه إلى خير وعسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير فقبضه على هذا الخير، يعني قبضه على هذا العمل الذي هو عمل الخير، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا أراد الله بعبد خيرا فقبل أن يموت بعام أجر الثناء على ألسنة الناس بعام خيرا عليه، ووفقه لعمل خير فسار عليه أو استدام عليه حتى يقبضه الله جل في علاه على هذا الخير. وإن الله إذا أحب عبدا وفقه إلى ما خلقه إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحق بأن هذه المجالس، وإن كانت مجالس الوعظ والتذكير مجالس قيمة مجالس طيبة، لكن مجالس العلم تختلف كثيرا، ولا بد أن تعلم أن العالم لا يخرج إلا عالما، والداعي لا يخرج إلا داعيا. فلو نظرت أو تصفحت في صفحات التاريخ وجدت أن النبلاء الرفعاء كانوا يبحثون عن العلماء المتقنين ليتخرجوا على أيديهم علماء. فإذا نظرت إلى مالك فقد خرج مالك الشافعي، وإذا نظرت إلى أبي حنيفة فقد خرج محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف، ولو نظرت إلى الشافعي فقد خرج المزني والبويطي بن خزيمة والأئمة الأعلام الذين لا ترى منهم أحد يعني من يداريهم، وخرج أحمد، يعني أحمد خريج الإمام الشافعي. وإن نظرت إلى الثوري رأيته قد خرج مثل وكيع التنين ابن الجراح الرؤاسي الحافظ الثقة الثبت. إن وردت ونظرت إلى ابن عيينة تراه خرج الشافعي، وخرج أمثال الجبال من العلماء. إذا نظرت إلى البخاري فقد خرج مثل الإمام مسلم، والإمام مسلم يأتي إذا أراد أن يسأل عن العلم ما سأل إلا عن الراسخ. تعلمون أن مسلم قبل أن يلتقي البخاري كان يسمع لمن؟ كان يسمع لمحمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي معلوم أنه قرين الإمام أحمد، وهو من العلماء النبلاء حقا، لكن ضيعه حسده للإمام البخاري. لكن المسلم كان يجلس بين يديه على مجلس تحديث له، ولما جاء الإمام البخاري ترك الدنيا بأسرها من أجل البخاري، وناصره حتى في الافتراء الذي كان قد يعني قيل في الشافعي في الإمام البخاري، ناصره الإمام مسلم وترك مجالس محمد بن يحيى الذهلي. ولما ذهب يسأل عن علل الحديث وهي الأهمية، ما ذهب إلا لمن؟ إلا البخاري. لما ذكر له حديثا ظاهره الصحة فقال له الإمام البخاري: هذا الحديث ظاهره الصحة وفيه علة. فقال: ما العلة يا إمام؟ فما ارتضى أن يعطيه العلة هكذا مجانا. فقال: ما العلة؟ وجلس قال: أقبل يديك ورجليك، ما العلة؟ ويصبر عليه الإمام البخاري. طبعا هذه لأمور: الأمر الأول ليكتشف البخاري صبر الإمام مسلم، لأن طالب العلم الذي لا يصبر ليس بطالب علم، لا تراه يثمر ولا ينتج. طالب العلم أهم شيء عند طالب العلم بعد الذكاء وبعد العبادة والتواصد لله الحرص على الطلب الصبر عليه. ولذلك كثير من إخواننا ممكن يكون عنده منحه الله الذكاء، منحه الله أيضا حصافة العقل، وممكن أن ترى له عبادة لكنه ليس صابرا، يعني يريد أن تشرئب عنقه لأن يتقدم، فهذا لا يمكن أن ينتج بحال من الأحوال. فعل ذلك أبو يوسف، لكنه راجع أدراجه بشرح الإمام أبي حنيفة له في هذا الباب. الغرض المقصود، الإمام البخاري كان يختبر أو يسبر صبر الإمام مسلم، ثم بعد ذلك ذكر له العلة فقال: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد، لا يبغضك إلا حاسد. لما؟
علم أن رجل ثقيل الوزن في العلم. لذلك أنت كما قلت لك انظر للضعفاء لن يخرج لك إلا الضعيف، وانظر إلى العلماء لن يخرج لك إلا العالم. فمن رام العلم فعليه بالمتقنين من العلماء، ومن رام الضعف عليه بالضعفاء. فلذلك هذه المجالس من أعظم المجالس بركة، ومن أعظم المجالس أيضا تقوة وطاعة. كفى بقول سلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوهم. وإذا نظرت إلى صبر طلبة العلم، وهذا أنا أريد أن أنبه وأنوه لأمور معينة جدا تهمني لطالب العلم الذي هو أعز علي من حياتي والله وأقر علي من عيني، يعلم الله جل في علاه، لأن يعلم أن طلبة العلم في هذا الزمان هم لآلئ منثورة لكنها مكنونة مفقودة، ولا بد من استحضارها لنجاة الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستكون في فتن متلاحقة متلاطمة لا يمكن النجاة منها إلا بطلبة العلم، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وقال وإن الله لا يقبل العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك أنا أقول صبر طلبة العلم، لابد أن ترمي ببصرك إلى الأماجد الأفاضل كيف ارتقوا، وأنت ترى بأن ابن عباس صبر صبرا عظيما حتى يصل إلى ما وصل إليه. قال كنت أذهب إلى أبي بن كعب فأجده نائما فأنام على عتبة البيت يسفني التراب، فإذا خرج أبي رآني فقال لي يا ابن عم رسول الله لو أرسلت إلينا أتيناك، قال العلم يؤتى ولا يأتي. وإن نظرت نظرت أيضا إلى مثل صبر الإمام أحمد، وهو يعني يستأجر نفسه هو خير الناس، هو خير الناس يعمل أجيرا عند الناس ليذهب من بغداد ليسمع عبد الرزاق في اليمن ويحج فيراه في الحج فيقول له يا ابن معين دونك الرجل في حج اسمع منه، فيقول لا أردت أن أسمع منه في اليمن لن أسمع منه إلا في اليمن. طبعا الذهبي يزيد يقول علم أن ما أخذ بمشقة لا يذهب إلا بمشقة. العلم ليس سهلا بهذه الطريقة، لا يحسب الإنسان أن العلم سيأخذه الإنسان في يوم وليلة، لابد من الصبر عليه والمثابرة. وتعلمون الإمام الكسائي ولا ما تعرفونه؟ إمام في إيش؟ إمام في اللغة. كيف وصل؟ تعرفون أنه فارسي يعتبر يعني ليس من العرب، ها؟ في القراءات لا أيضا في اللغة، ها نعم. إيش كيف وصل إلى ذلك؟ كيف وصل؟ هو ذهب يبحث عن طلب العلم بل في اللغة، لأنه كان ضعيفا في اللغة، رجل أعدمي، فيسمع ولا يفهم، يسمع ولا يفهم، فعزم عقد العزم على ألا يتعلم، أنه يترك العلم. قدر الله، لأن إذا أراد الله شيئا هي له إيه أسبابه. رأى نملة تحمل طعاما أو تحمل ما تحمله الطعام وتذهب إلى مكانها التي تريد ترتقي إليه، كلما ذهبت وقع منها الطعام فترجع مرة ثانية تحمل وتذهب وتقع مرة مرات وكرات، بعدما تحمل وتذهب ستنتهي إلى البيت تقع يقع منها الطعام فتقع وخلفه تنزل حتى تأتي به وترتقي. فوجد النملة لا يهدأ لها بال حتى وصلت إلى إيه؟ إلى ما أرادت. فعلم أن المسألة بالمثابرة يصل بها الإنسان. ابن حزم لما دخل المسجد كمسجدكم هذا دخل بعد العصر أراد أن يصلي، فقام رجل له دخل آسف قبل العصر فأراد أن يجلس فجلس، فقام رجل قال له أأنت جاهل؟ أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين؟ فقام وتأسف على الجهل فتوضأ وصلى ركعتين، ثم دخل بعد العصر، فدخل بعد العصر أراد إيه؟ أن يصلي، فدخل عليه رجل قال ماذا تريد؟ قال أصلي، قال أنت جاهل؟ أما علمت أن سلم نهى عن صلاة بعد العصر؟ فضاق صدره وقال لعنة الله على يعني الجهل أو كلمة مثل هذا، فذهب فثابر وصبر على طلب العلم حتى فاق أقرانه، بل قيل أنه لم يأتي الزمان بمثل ابن حزم، وقام يجاري الشافعي ومالك وأحمد وهؤلاء. صبر عجيب. بقي ابن مخلد من الأندلس، أنا الذي أتكلم عنه هذا ليست أساطير، من الأندلس، هو سمع عن أحمد بن حنبل وعلم أن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة إمام الدنيا بأسرها، فذهب بقي بن مخلد من الأندلس إلى بغداد راكبا الإيه؟ النفاسة، صحيح ولا راكبا ها؟ راكبا المركبة التي لا بديل لها، إيه هي؟
رجله يمشي حافيا من الأندلس أسبانيا، من الأندلس إلى العراق ماشيا يأكل ورق الشجر ماشيا، حتى دخل على البصرة أو الكوفة وجد الناس قد التفوا حول رجل يعقد المجالس ويقول هذا ثقة هذا ضعيف هذا صدوق هذا فيه، فسأل من هذا؟ قالوا هذا يحيى بن معين. جلس إلى أن انتهى فسأله أسئلة، فلما سأل أسئلة طلبة العلم قالوا انتهى وقتك، أخذت وقتك فانتهى. فقال يا إمام لي سؤال آخر سؤال، فهم به طلبة العلم يحرصون على الطلب ويعرفون من يطلبون منه. قال يا إمام لي سؤال آخر سؤال. قال سل. قال أسألك عن رجل واحد. قال من؟ قال أحمد بن حنبل. وهذا أيضا إن دلت على إيه؟ على أنه ذاع أمر. لا، البحث عن الأعلم والأدق والموثق وغير الموثق. نعم، هو يبحث يريد يرتقي. فقال أحمد بن حنبل. قال أو مثل أحمد نسأل عنه؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أو قال أحمد إمام الدنيا بأسرها. ولذلك أحمد شكر له أنه جاء، لما جاء علم أن أحمد كان موقوفا ما كان يأخذ مجالس التحديث، فلما علم أنه أتى من الأندلس ماشيا فقال ما أفعل؟ قال والله ما ضربت أكباد الإبل إلا لأسمع منك. قال أتني كل يوم بصورة إيه؟ شحاذ، يأخذ صدقة. وشوف الفقه، الفقه مخارج، الفقه مخارج. قال أتيني تطلب الصدقة، وأفضل الصدقات على الإطلاق هي إيه؟ صدقة العلم. أفضل الصدقات على الإطلاق كما قال أبو هريرة هي صدقة العلم. وطبعا يؤخذ منها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول قال رسول كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما 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 يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فيأتيه كل ليلة يطلب الصدقة فيعطيه الصدقة حديثا فيكتبه. حتى بعد ذلك لما فرج عن إمام أحمد عرف لبقية ابن مخلد يعني حقه، لأنه مرض فكان في مكان، فذهب أحمد بكل طلبة العلم إليه، ضج المكان، من أحمد؟ أحمد جاء يسأل عن بقية ابن مخلد، عرف مكانه، عرف موضعه من الصبر في طلب العلم. طلب العلم عظيم، لكن أيضا وإن كان الصبر على طلب العلم وجدناه من العلماء النبلاء، وجدنا منهم أيضا الفقه والنبل في اختيار العلماء. الإمام الشعبي قالوا له كيف وصلت يا عامر إلى ما أنت إليه من هذا العلم وسعة العلم؟ فقال له كلاما فصلا، قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. يعني هنا الآن إذا سطعت الشمس يذهب ماذا يفعل؟ ليطلب العلم. شوف الزهد في مجالس العلم في زماننا جعلتنا ونحن وين؟ آخر الأمم. والضنك والبلاء يكون أيضا بالزهد في مجالس العلم ورب العزة وانتشار العلم والتمسك بمثل هذه المجالس تجعلنا وتجعل الأمة الإسلامية مقدمة على جميع الأمم. وهذا الذي حدث، كانوا في نهارهم أو في ليلهم لا يستطيعون نوما ولا جلوسا ولا حياة إلا بالعلم، يعلمون أن الدنيا استقامت بالعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى على أحد قط مثل ما وصى على من؟ على طلبة العلم. ولذلك كان يقول أنس عندما يجد الذين يأتون يسألونه عن العلم يقول مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم خيرا. لا، خذ الوصية الأعظم دي وصايا من من الله جل في علاه، إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما إيش؟ بما يصنع. وإيش اللي بيصنعه طالب العلم؟ بيطلب العلم ليتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. من القصص اللطيفة جدا في هذا الباب الذي تعلم عن علمائنا الذين صابروا وثابروا على طلب العلم، مسألة البخاري، وأيضا صبر البخاري ومروءة البخاري ودين البخاري رضي الله عنه وارضاه. أبوه كان يقول تركت لك ألف درهم ليس منه درهم إيش؟ أو ليس فيه درهم شبهة. هو لما يقول ليس فيه ألف درهم مليون يعني صح؟ ألف ليس فيه درهم شبهة، ده احنا بننتقي درهما فيه شبهة لنأكله أفضل لنا من إيش؟ يعني خلط الأمر، اختلط علينا جميعا الأمور. لكن شوف الرجل ينتقي بالمنقاش يقول ما تركت درهما من ألف درهم فيه شبهة. لذلك كان خريج من؟ البخاري. والبخاري أخذ هذا المال يقول أنفقته عن بكرة أبي في طلب ما أنا فيه، في طلب الحديث.
يقال إن هو كان معه بعض المال الوفير وكان قد ركب سفينة، فجاءه رجل يعني وجد وقارا وعلو سمو الخير على البخاري، فقال: من أنت؟ قال: محمد بن إسماعيل. قال: ما تعمل؟ قال: أطلب الحديث. ثم قال: أنا اسمي كذا وأعمل كذا. تعارف بين البخاري وبين الرجل، فانسجم الحديث. فقال له: تحمل مالا؟ قال: نعم، كذا وكذا، أموال طائلة كان البخاري يحملها. فالرجل تزاكى على الإمام البخاري وقام ليلا يبكي ويضرب، ينتف لحيته ويضرب وجهه. قال: مالي سرق، مالي سرق، كم؟ فذكر المال الذي قاله من؟ الإمام البخاري. مالي خلاص، ما هو ده زكاة بقى ثاني. ليش بقى الزكاة؟ فين الزكاة يا كريم؟ أنا قلتهم كانوا وين؟ كانوا في سفينة وهو يتعرف عليه. إيش الزكاة هنا؟ دي مسألة مهمة جدا. ده الرجل ده حرامي محترف، ده نصاب ويأخذ جائزة نوبل على النصب. نعم، لو قالوا من أمثل النصابين لقلت هذا رجل حقا. ليه ما إيش الزكاة؟ لأن الله يعرفه. لا، هو في سفينة، المسألة في سفينة، يعني كده كده المال سيأتي. هو في سفينة الآن، لو واحد سرقها وبات ليلته وخبأها تحت الشجرة وهرب انتهى الموضوع، لكن هو في سفينة. لأن أي قاضي ماذا سيقول؟ ضاع منك مالك؟ ضاع منك مالك؟ قال: نعم. قال: 1000 درهم مثلا، 1000000 درهم، 1000 درهم. قال: 1000 درهم. طيب فتشوا المكان، المكان اللي موضوع فيه 1000 درهم، 1000 درهم، انتهى الموضوع، صحيح؟ فكان ده أمثل أزكى النصابين، هو هذا الرجل احتال وقال: الآن المسألة انتهت. فطبعا هو ارتاح البال وحكم بأنه لابد من تفتيش المكان بأسره، ففتشوا المكان فلم يجدوا المال عند البخاري. هو طبعا بعدما فتشوا عند الجميع لم يجدوا مالا. هو يعلم أن المال عند من؟ ما هو البخاري هو اللي قال له: أنا عندي مال فيه كذا وكذا. ففتشوا المال عند البخاري فلم يجدوا المال. الرجل أصابه الجنون وانتهى الأمر. قالوا له: أنت كاذب، وكل من يمشي معه إيش؟ يلعنه. صب الرجل، قال: ما يهم المسبة، لكن المهم الحصر على إيه؟ على المال. واللي أدهش منه أنه لم يجد المال عند إيه؟ عند البخاري. طب ليش أدهش منه؟ لأن البخاري هو علم من وقاري، علم أنه رجل صادق، علم أنه لا يكذب. فذهب للبخاري قال: ما أريد شيئا. فنظر إلى البخاري وسمحه البخاري. قال له: قل لي أين المال، وإني والله لأعلم أنك صادق. قال: ألقيت المال في البحر. قال: ما طبعا أنا أصلا ده أنا أكون أشهى طعام للفك المفترس والمال يذهب، ما يذهب المال، ألقى المال في البحر. هذه إن دلت على أمور سنبينها. فألقى المال في البحر. قال: ألقيت المال في البحر؟ قال: نعم. أو تحسب أنني أقبل لأحد يقول مثلا أن فلان قال عليه سارقا؟ وكلام كذب، هو ما يقبل على نفسه أن يقال عليه ذلك بحال من الأحوال. هذه مسألة أعظم مما تكون، فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول وهو أهمه، ما هو؟ من اتقى الشبهات؟ لا، ممتاز، بس دي الثانية أنا عايز. ممتاز، براءة الذمة، محدث، ورأس مال المحدث هو إيه؟ الدرهم والدينار ولا الصدق؟ صدقه إنه محدث، يبقى إحنا المحدث هذا ثقة ثابت الكل يسمع. حفظ الدين، ممتاز. هو طبعا حفظ الدين، هو المسألة كلها زهد القلب من الدنيا. البخاري ما بلغ إلا بزهد، بصدق زهد القلب من الدنيا. لا يريد وجاهة، لا يريد مكانة، لا يريد مالا. الدنيا عنده لا تساوي شيئا، غري غيري. ولا يمكن لإنسان أن يفرط في مثل هكذا مال إلا وأن يكون صادق الزهد في هذه الدنيا، صادق الزهد. ولذلك ألقى المال دون أدنى روية، وهو يعلم أنه في إعواز وحوج. فتنقلني إلى المسألة الثانية المهمة جدا. يبقى الأولى صدق زهد البخاري في هذه الدنيا. نعم والله هو صدق الزهد، ولو شاء أن يكون أميرا لكان أميرا. تعلمون البخاري كان لا يدخل بلدة إلا وينصرون عليه الإيه؟ الدراهم والدنانير، الذهب والفضة على البخاري. ولما دخل، لما سمعوا به ودخل إلى قرية، يقال أن آلاف مؤلفة وقفوا على حدود القرية، على باب القرية، استقبالا للإمام البخاري. يستقبل استقبال الفاتحين. الإمام البخاري لو أراد الدنيا حقا لقبضها، ما من أمير إلا وتمنى أن يكون البخاري عنده في مكانه.
الإمام البخاري، وما أراد ذلك، هو ما أراد إلا دين الله جل في علاه، ولذلك ألقى بالمال في البحر زهدا في هذه الدنيا. وقد قال علماؤنا لا يستقيم إيمان عبد قط إلا بالزهد، لا يستقيم إيمان عبد قط إلا بالزهد، والزهد زهد القلوب لا زهد الأبدان. قد تجد رجلا زهدا تقول له تعالى لا لا ما أكل لا ما أشرب ويلبس القديم من الثياب، الزهد زهد الدنيا، وترى قلبه معلقا جدا بالدرهم والدينار، لو أنفق درهما مات، لو جاء درهما قال نام عليك ليل طويل. هذا ليس زاهد بحال من الأحوال، الزاهد هو الذي لا يعتبر لما دخل ولا لما خرج، ما يهم منه، لا يهمه شيء. ولذلك قال مسلم لما جاءه الرجل قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وإلى عمل إذا عملته أحبني الناس. قال زهد في الدنيا يحبك الله، هذا شرط، شرط لمحبة الله جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون من أعظم أسباب مجلبة محبة الله جل في علاه الزهد في الدنيا، وأعظم مجلبة حب محبة الناس ألا تنظر لما في يد الناس، ما تنظر لهم. وأنا لذلك ترى التقاتل العظيم بين حتى مجتمع الملتزمين، ليه تقاتل هنا على الباب؟ الباب ده في إيه؟ الباب ده بيفتح كيف؟ بالمفتاح، التقاتل على المفتاح، مين رئيس المفتاح في المسجد، مين المؤذن، من الإمام، أنا الإمام أنت الإمام، لا أنا الخطيب أنت الخطيب، هذه مقاتلة، مقاتلة على هذه الباب. ولو كانوا حقا المسألة المراد بها هو دين الله جل في علاه لما كانت هذه المشاحة ولما كانت هذه المنازعة بحال من الأحوال. لذلك تراها في الرعيل الأول كل منهم يعرف قدر الآخر، وكل منهم يعني عمر بن الخطاب لما قال لهم تمنوا، ولما قيل له تمنى قال تمنيت أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة ابن الجراح، ينازعونه في المكانة، ينازعونه في المكانة، لأن أبي عبيدة بن الجراح، عائشة لما سئلت من أحب الناس إلى رسول الله قالت أبو بكر، قيل ثم قالوا ثم من، قال عمر، قالت عمر، قيل ثم من، قال أبو عبيدة بن الجراح، لا سيما أن سلم قال أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لذلك قال عمر الخطاب لو كان حيا لاستخلفته، وهو يتمنى ذلك إخلاصا أنه ما يريد إلا دين الله في علاه. فالمنازعة دلالة على عدم الزهد، وعدم الزهد دلالة على البعد عن الله جل في علاه. فكل منا يختبر نفسه في هذا الباب، أزاهد حقا أم لا، ورب العزة الله يختبر العبد في هذا. والمسألة لا تتوقف على غنى ولا على فقر، تتوقف على زهد القلوب، تتوقف. وإلا عبد الرحمن بن عوف كان من أسرى أثرياء الصحابة، من أسرى أثرياء الصحابة، وسمعت أم سلمة جلبة فقالت لمن؟ قالوا لعبد الرحمن بن عوف، تجارة، فأنفقها عن بكرة أبيها في سبيل الله. وطبعا الحديث ضعيف، أنها قالت نعم سمعت رسول الله أو عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن عبد الرحمن العوف يدخل معترضا الجنة أو غير ذلك، حديث ضعيف لم يصح، لكن حقا كان من أسر أثرياء الصحابة. عثمان كان كذلك، كان أسر أثرياء الصحابة، ولذلك كانوا من أزهد الناس، كانوا من أزهد الناس، لأن الزهد زهد القلوب. لما أنس نظر إلى التابعين فوجدهم يتعبدون ويقيمون الليل ويصومون النهار، ووجد منهم عبادات يسارعون فيها، فقال والله إنكم لأشد اجتهادا من أصحاب رسول الله، كده شهادة من صحابي، قال أشد اجتهادا من صحابة رسول الله، لكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا، كانوا أزهد منكم في الدنيا. لذلك ملكهم الله جل في علاه أمر المنازعات التي تراها هذه على السطح، تعلم أن المسألة خلو القلب من هذا الزهد. الأمر الثاني مهم جدا، الزهد يرمي المرء في أحضان إيش؟ ممتاز، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. الآن الرجل يلقي آلاف مؤلفة في البحر وهو يرحل يسافر ليطلب الحديث، تعقد المجالس لا يجد طعاما ولا شرابا، ماذا يفعل هذا الرجل؟ ماذا عنده؟ المال الذي معه يقال له أنت لم تأخذ بالسبب، الآن جننت، السماء لا تمطر عليك ذهبا ولا فضة، لكنه يعلم أن من انشغل بالله كفاه الله إيه؟ كل الهموم. وكان هذا الصحيح، كان هذا الذي يحدث. تعلمون قصة الأربعة، منهم أبو حاتم ومنهم أيضا أبو زرعة، لما ذهبوا إلى مصر وما وردوا طعاما حتى، يعني وكان يعني اللي وكلوه ابن خزيمة أو غير ابن خزيمة ما أدري، ابن خزيمة عندما قال له فهو كان لا يسأل الناس شيئا، كان يتعب جدا، فقام في الليل فرفع يديه قياما لله ويبكي ويتباكى ويدعو الله جل في علاه إن ربنا يغنيهم. فالأمير أمير البلدة جاءه الملك في منامه، انظر إلى الله جل في علاه ماذا يفعل لهؤلاء الصادقين طلبة العلم. فجاءه الملك وقال اعطي فلان وفلان وفلان، أخذ السرة وذهب إلى الأموال، أعطاهم هذا المال، وهم بقوا أياما لا يجدون طعاما ولا شرابا. حقا هؤلاء جدوا في الطلب للدين، أنا أهيب بكم لا تجدوا في الطلب إلا لله. أي امرئ رأى في نفسي أنه يجلس مجلس العلم ليماري فإياه ثم إياه،
سيضيع ضياعا تاما غير منقوص. اتقوا الله واصبروا على الطلب، ولا تطلبوا إلا من المتقن، لا تطلبوا العلم إلا عند المتقنين، لأنهم كانوا يفعلون ذلك، لا يطلبون العلم إلا عند المتقنين. ابن عمر كان يقول: إن أردت العلم فأذهب إلى فلان وفلان، وإن أردت ترقيق القلب فأذهب إلى فلان. القصاص الدعاء يعني قصاصون في النهاية ودعاء، هم فضلاء، هم يعني لهم ما لهم من الباع في الخير، يدعون الناس إلى الله في الله، لكن لا يدخلون العلم في حوالك المسائل والمعضلات، يغرقون الأمة إلى 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 القاع، لأنهم لا يتقنون، لا يحسنون العلم. فلا بد من إحسان العلم عند الراسخين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذر احذر أن تكون علامة من علامات الساعة، تتصدر قبل أن تتأهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة: طلب العلم عند الأصاغر، طلب العلم عند الأصاغر من علامات الساعة. فإياكم ثم إياكم، وعليكم بالصبر على مثل ما فعل هؤلاء الأفزاز الأماجد الأكارم الذين رفع الله ذكرهم. اعلموا أن الله جل وعلا قد اصطفى أناس لمثل هذا، فكن منهم ولا تتباعد عنهم، فإن تباعدت أبعدك الله جل في علاه، وإن تقربت قربك الله جل في علاه. وإياك والحسد والحقد على طلبة العلم، فإنه مهلكة أيما مهلكة. الحسد يحمل صاحبه على الاحتراق، وإن احترق لا ينجو بحال من الأحوال، ولا يعلو الحاسد بحال من الأحوال. حتى بين الأماجد محمد بن يحيى الذهلي، أبو زرعة، أبو حاتم، كان فيهم نوع من هذا بالحمل على البخاري. لما؟ لأن صراحة إذا قلت نيسابور ليس فيها يعني مثل محمد بن يحيى الذهلي، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، العلماء يقولون بالإجماع يقدمون على مسلم، يعني هم قالوا هم أقران البخاري، لكن بالإجماع يقدمون على مسلم حفظا وإتقانا وعللا وتثبتا من الحديث. أبو زرعة وأبو حاتم، أبو زرعة أبو حاتم، أبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد حنبل: أبوك يحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث دي غير موجودة، غير موجودة. والكلام إيه؟ ها الكلام على ألف ألف حديث وآثار الصحابة والمقطوعات، الموقفات والمقطوعات. ولذلك تطر الروايات 8 للإمام أحمد على ذلك. قال: وكيف عرفت؟ قال: أعطيه الإسناد فيعطيني المتن، أعطيه المتن فيعطيني الإسناد. ده الكمبيوتر لا يفعل ذلك. يعطيه متنا فيركب له الإسناد، يعطيه هذا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يعطيه الإسناد يقول له هذا حديث فلان عن فلان عن فلان بهذا. فلذلك الثلاثة كان فيهم ما فيهم من الحفظ والعلم، لكن لما حملوا على البخاري وكان فيه شيء من حظ النفس، أنوارهم لم إيش، أو أنوارهم لم تظهر. من يعرف أبو حاتم؟ من يعرف أبو زرعة؟ من يعرف أبو محمد بن يحيى الذهلي؟ خواص طلبة العلم الذين يتعلمون علم الرجال فقط. لكن البخاري الجميع يعرفون ويتردون عنه، حتى المناوئ الذي يناوئ البخاري يقول: والبخاري فيه أحاديث وبتاع، يبجل البخاري، لأنه مش هيقبل عند الناس إلا بإيه؟ بتبجيل البخاري. هو شيطان رجيم، لكن يريد أن يسحب الناس إلى خطواته، لا يعمد إلى ما يريد. إذا أراد أن ينفر الناس من البخاري لا يقول البخاري لا 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 لا, لا يبجل البخاري أولا، ثم بعد ذلك يأتي بإيش؟ يأتي بالوساوس التي يضعها للناس داخل ما يقول. فالإمام البخاري الله تعالى شهر أو أعلى ذكره بين الناس لأنه لم يحسد أحد، حتى أنهم لما افتروا عليه افتراء قبض على الأحياء وقال: اللهم اقبضني، اللهم اقبضني الساعة. فقال: اللهم اقبضني. ما مر أسبوع إلا وقد قبضه الله جل في علاه. خشي على نفسي في الفتنة عشان ما أحد يقول البخاري، البخاري، البخاري هو الذي روى: لا يتمنى أن أحدكم الموت لدر مثله، لدر وقع به. فنقول أن البخاري يعلم بأن مريم إيش قالت؟ قال: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. طب كيف يحتج بها البخاري؟ كيف يحتج البخاري بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لدر؟ لا ممتاز، هي للفتنة، يبقى صح للفتنة، لكن كيف يستدل بهذه الآية؟ ما وجه الدلالة عنده؟ عدم إيه؟ لا أنت تدري يا نصير، تريث تريث وافهم. ما وجه الدلالة؟ الإقرار، إقرار الله جل في علاه: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. لا تفعلي، قال الله ذلك؟ لا، أقرها، أقرها لأنها خشيت على نفسها من إيش؟ من الفتن، خشي على نفسي من الفتن. لا، سيدنا عمر تمنى الموت شهادة، ما تمنى الموت لدر مسه شهادة، يريد الشهادة فمنحه الله الشهادة. وطبعا هو كان منبأ بها قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز أحد قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وإيه وشهيد. علم أنه ليس بصديق
فقال الشهادة من حظي، فذاك تمنى الشهادة وكما تمناها معاذ ابن جبل. الغرض المقصود بأن طالب العلم لا يكون حسدا، فالحسد مهلك، وعندك أصلا من الحسد أظهر ما يقال في مسألة الحسد هو إيه؟ قول يحيى بن معين أشد الناس، يعني مثلا نضربه بأنه يعني وإن قلنا يحيى بن معين كان حسدا صحيح؟ ماتوا كله يمشي ساكت، وهذا ما يصح. حسد من يحيى بن معين؟ حسد من؟ غبطة؟ لا، يحيى بن معين لم يحسد أحدا، يحيى بن معين جهل الشافعي فقط، والجهل يجر إلى الحسد، الجهل يجر إلى الحسد. لكن لما جهل الشافعي تكلم عنه، ولما تكلم عنه طرح ولا قام؟ طرح ولم يؤخذ بقوله. فأنا أرجو من طلبة العلم يعني أن تحرص، أنا لي ما لي يجعلني أقول ذلك، وأنا أنبه الإخوة احرصوا على الطلب، لكن لا تطلبوا إلا عند الراسخ المتقن، على الله جل في علاه يعني ينبت لكم الراسخ المتقن. ف يعني إذا أذن الله جل في علاه، يعني المهم أنكم لا تتركوا العلم قط ولا تتركوا العلم إلا ولا تطلبوا العلم إلا عند الراسخ، لأنكم الأمة تحتاجكم حاجة عظيمة. فإياكم وترك طريق العلم، لأن طريق العلم هو أعظم الطرق نفعا، وهو أيسر الطرق إلى الجنة، وهو أعظم الطرق لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رام العلا فعليه بالطلب، لأنه سيكون رفيقا لمعاذ، ومعاذ نؤكد أنه صار رفيقا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم مجالس العلم. طيب نبدأ التوحيد. المسائل ماشي، نمر على المسائل وبعد ذلك نمر عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم ذكر الإمام رحمه الله الآية وذكر الأحاديث وقال فيها مسائل. قال: الأولى تفسير آية النجم. وأفرأيت اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. وتفسير ذلك أن الله تعالى بعدما بين الآيات الكبرى قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، عند عروج النبي صلى الله عليه وسلم رأى الآيات الكبرى، وأهم الآيات الكبرى هي إيش؟ جبريل عليه السلام له 600 جناح، ورأى سدرة المنتهى، ورأى أيضا إيه؟ الجنة وما فيها. فهذه آيات الله الكبرى. فقال الله تعالى تحقيرا لإيه؟ للات والعزة، تحقيرا لها: أفرأيت اللات والعزة. تعجب وعجب للتحقير، وهذا تعجب للتحقير يحقر من شأن الأصنام التي كانوا يعبدونها. ليش التحقير؟ لأنها لا تنفع ولا تضر. ولذلك قال: أفرأيت ربوبية الله جل في علاه، ورأيت عظيم خلق الله، خلق الله جبريل له 600 جناح، خلق الجنة وأعد فيها ما أعد لا يمكن أن تتصوروا، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك لما قال أفرأيت اللات والعزة تحقيرا للات والعزة، وتسفيها لأحلام من يعبد اللات والعزة. قال: الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الذي طلبهم طلبوا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهو عالم ذلك أنهم طلبوا ذلك، هو يقولهم طلبوا، لأنه في الحالة الثانية يقول أصلا طلبوا لم يفعلوا، فلذلك الحكم لم يلحقهم. وهذا خطأ بين صراحة من علماء الحجاز، يعني قاطبة قالوا بذلك تقليدا لشيخ الإسلام شيخ محمد عبد الوهاب يعني رحمهم الله جميعا وطيب ثراهم وجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لكن صراحة الجميع يفرون من هذا من أجل مسألة هم يعتقدونها مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل في هذا الباب. نعم. قال: الثالثة كونهم لم يفعلوا. أو قال كونهم لم يفعلوا، طلبوا لم يفعلوا، الطلب فعل، الطلب بالعزم فعل، فالطلب مقرون بعزم القلب، هم ما طلبوا إلا بإرادة، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل في النار لأنه قتل،
طب والمقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال ها كان حريصا، أهو حريصا على قتل، على قتل صاحبه. فعزم القلب لرضا عزم القلب فعل، ينزل منزلة الفعل. قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. أنا أقول هنا مسألة من الأهمية، مكان كونهم أن لما قالوا جعل لنا ذات أنواط يتقربون بها لمن؟ لله جل في علاه. حسنت نواياهم، حسنت نواياهم وساءت أفعالهم، ساء طلبهم وحسنت نياتهم. هل حسن النية حسن إساءة الطلب؟ أبدا. لذلك القاعدة عند العلماء حسن النوايا إيش؟ لا تصلح النية الصالحة، لا تصلح العمل الفاز، النية الصالحة. ولذلك الرجل جاء الإمام مالك قال أحرم قبل الميقات، زيادة الخير خيرات. قال على ما تفعل؟ أحرم المسلم من أبيار علي، فقال زيادة الخير خيرات يا إمام، أو زيادة الخير خيران. فقال له الإمام أخشى عليك الفتنة، أو قال أخشى عليك أن ترى أنك تقدمت أمرا قصر عنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية الصالحة لا يمكن أن تصح العمل الفاسد، مع أن الإحرام قبل الميقات ليس عملا فاسدا، ده خلاف فقه بين العلماء، لكن نثبت أن مسألة النوايا أيضا لا ميزان لها إلا بضابط الظاهر مع الشرع. وأجل الأمثلة لما دخل ابن مسعود على أقوام وهم يقول لهم الرجل سيدهم يقول كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التكبير أفضل الطاعات، هللوا 100، سبحوا 100، احمدوا 100، ذكر، هذا ذكر لله جل في علاه. وأفضل الناس قربة أكثرهم ذكرا، قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. لكن لما لم يكن الذكر على ضوابط الشرع لم يقبل عند ربنا جل في علاه. فدخل ابن مسعود فقالوا له، فقال له ما أنتم أو من أنتم؟ تلثم ثم قال أتعلمون من أنا؟ أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. طبعا هو حصرهم، وهذه جودة المناظرة، حصرهم بين أمرين أحلاهما إيه؟ مر. الأول أنتم أهدى، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، يبقى ضن الله بالهدى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاكم أنتم الهدى، من قال ذلك فقد كفر. والمرارة الثانية قال أو مفتتحوا أنتم السبب في باب الضلالة. طبعا هذا تخويف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها. لذلك قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب الضلالة. فقالوا هنا الشاهد، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ده ذكر نذكر الله جل في علاه. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. ولذلك المبتدع قال علماؤنا ما ازداد المبتدع اجتهادا إلا وقد ازداد من الله إيه؟ بعدا. نصب نفسه ربا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. قال الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. يعني هو يقول إن كان الصحابة يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا أن ذات أنواط يتبركون بها من الشرك فغيرهم من باب إيه؟ أولى بالجهل، لأن هؤلاء يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي، وأصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم ينتشر بين الصحابة الكرام، فإذا غيرهم أولى. وهذا التماس لعذر من إيش؟ من جهل، وأن من يأتي بعده يجهل، لأن من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جهلوا أن هذا شرك فغيرهم بالجهل أولى. وهذه كما قلنا مادة عذر، الحق أن هذا مادة عذر، لأن الله جعل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويمكن أن يأخذ منها لطيفة أخرى، أنه كلما تباعد الزمان عن الوحي كلما ازداد الإيه؟ الجهل، ونحن نعيش الآن في الجهل، جهل بس مش مطبق، يبقى فيه إيه؟ كمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ها فتح من سد يأجوج مأجوج، مثل هذا هكذا هو فتح من العلم، هكذا المسألة ستسد قريبا، العلم صار، الجهل صار مطبقا. والمشكلة الكبرى التي نعيش فيها الآن أن الجاهل يترأس الناس على أنه إيه؟ عالم، ويذهب للناس يدلس عليهم ويقول نحن كبار العلماء، ستأخذ إليك ندوة
يقول نخبة من علماء الدعوة الفلانية، نخبة من فين العلماء؟ مين العلماء هؤلاء؟ أين العلماء؟ الكلام لابد أن يكون صدقا ليقبل، لأنه حتى لما يكون تدريس ما تقول إنك لو ما قلتش ليش تتكلم، ما تسيبهم كده خلي الناس ما عارفين إن دول علماء. طب أنا الآن لو تركت هذا سيتركني ربي عندما يسألني علمت أنهم ليسوا بطلبة علم أصلا، وتعلم ذلك وتسكت، وتعلم أنهم سيسألون وسيفتون بغير علم، تعلم أنهم ستتحقق فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أنا يكفيني ذنوبي، أصعد أمام ربي سيقول لي صباحا عصيت، مساء عشيا عصيت، مساء عصيت، أقول نعم رب ذنوبي بلغت عنان السماء، هذه تكفيني بيني وأنا ربي وهذه لنفسي، ما تعديت بها على غيري. لكن لما يضيع ديني لا لفعلها لا يصح بهذا. نقف هنا وقفة طويلة. كبار العلماء أنتم كبار الجهال، لستم علماء، هذا حق، ولا بد أن نقول الحق. أنتم لو كبار العلماء أين تعلمتم؟ من قال فيكم أنكم علماء من العلماء؟ ما الكتاب الذي انتهيتم منه إتقانا لتدرسوه؟ أنتم تدرسون كتبا لم تدرسوها، وممكن أقول وأنا أدرس كتب لم أدرس، نعم، لأني درست أصلها عند العلماء وعلمت أن المحاكاة تأتي من هذا لذاك. لكن أنت لم تدرس أصلا كتابا كاملا على عالم فيقول لك قد أتقنت، هذه مصيبة. فهنا كأنه يقول بأنه كلما تباعد الزمان كلما ازداد الجهل، كلما تباعد الزمان كلما ازداد الجهل. وإذا ازداد الجهل أصعب الجهل الجهل المركب، أن تصدر الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل ثم يظهر أمامك أنه عالم، ويقال بقى بهذه الكلمات الفضفاضة، أنا ما أدري، تقوى الله حتى تمنع ذلك، الديانة تمنع ذلك. هو الجواب باين من إيش؟ من عنوانه، الجواب باين من عنوانه. لما أنت تدلس في مسألة لا يصح فيها التدليس بهذه الطريقة تقول كبار العلماء، نخبة من العلماء، من العلماء؟ مجلس مش عارف إيه العلماء، وفين العلماء؟ أين هم؟ نحن ننادي بصوت عالي، أين العلماء؟ لن تجد إجابة، ما تحسب أن في أحد ممكن يجيب، يجبن، ما أحد يستطيع يجيب، لأنه يعلم أنه ليس بعالم، لأنه أول ما يقول نعم العالم فيقول تعالى نثبت لك هو عالم أم لا، ونرى أنه ليس بعالم. فالزمان يتباعد والجهل يتزايد، وأصل الجهل وأصعبه وأشقه الجهل المركب الذي لا يدري أنه جاهل. في مصيبة احنا عايشين فيها، في جاهل عارف أنه جاهل، عارف ويتصدر وهو يعلم أنه جاهل، هذا إنصاف. لكن لما تيجي تكلمه بينك وبينه، يا أخي أنت الآن أنت تدرس أصول الفقه، يا أخي أنت لا تستطيع، يقول لك الجودة من الموجودة، ما فيش، لو في حد عصدره بس إيش هنفعل؟ طب ماشي، أنت صدرت نفسك الآن على أنك متقن، هتخرج إيه؟ ما فيش كلام أكثر من كده، هو ده اللي بيحدث بقى، ده الموجود هذا ليست إجابة عند الله جل في علاه. لذلك هنا هو يقول إذا جاهل أصحاب محمد فمن جاء بعدهم إيش؟ أجهل وأولى بهذا. لذلك نحن نقول عود على بد، اتقوا الله، عود على بد. لذلك كانوا إذا وجدوا عدم الإتقان في مسألة أحالوا على غيرهم. أحمد بن حنبل إمام الدنيا كما قال يحيى بن معين، أو نسأل عن أحمد، أحمد إمام الدنيا سئل عن مسائل كثيرة يقول لا أدري، اسألوا العلماء. فحتى طلبة العلم قالوا له نسأل من؟ قال اسألوا العلماء. قالوا ومن أنت؟ أنت أعلم العلماء. قال لا لست أدري، اسألوا العلماء. هكذا هذا العلم حقا. فنسأل الله تعالى أن يغير الأحوال إلى أحسن الأحوال. بيقول بإيه؟ لا هو لا يقول بالعوذ بالجهل، ده هو هنا يعمق عدم العوذ بالجهل. لا هو لما بيقول بذلك أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني يقول إيش؟ يقول الصحابة وقعوا في الشرك، يبقى اللي جاي بعد كده إيه؟ أشد وقوعا في الشرك، لأنه بيقولون أنت عمال تقول توحيد 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 توحيد، لما؟ قال لأن الشرك سيعم في الأمة. نعم أشد إيه؟ أشد طبعا، لكن هو لا يقول بالعذر هنا خالص، أنا عارف أنها ستأتي لكنه لا يعذر أيضا. تفضل. قال السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره. هنا هو أراد أن يدخل بقى لما، طب هما الآن وقعوا في ما وقعوا فيه، أجاب عن الوقوع فيه في أمرين، الأمر الأول أنهم طلبوا ولم يفعلوا، الأمر الثاني أن لهم إيه؟ حسنات. هنا أقف مع إخواني الفضلاء عشان تعلم، ما من عبد عصى أو تعدى وله رصيد إلا وسيمحى
أو تمحى الخطايا التي وقع فيها، إن كانت كبيرة أو كانت صغيرة. يعني الكبائر تمحى بلا توبة؟ نعم الكبائر تمحى بلا توبة، تمحى. وده استنباط من شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أخذ ذلك استنباطا من استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قال الآن الذي وقعوا فيه وقعوا في شرك، هذا شرك، ويغفر لهم ببحر حسناتهم. لكن هو يرى أن ده شرك أصغر، خلي بالك عشان تفهم، يمحى في بحر الحسنات. فهذه أصول قاعدة مهمة جدا، أن الكبيرة من المعاصي يمكن أن تغفر بلا توبة. كيف؟ بالكبيرة من الحسنات. الكبيرة من المعاصي تمحى بالكبيرة من الحسنات، ولنا في ذلك أدلة كثيرة، أدلة كثيرة. هو الأول في الأدلة قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ألف ولام استغراقية، إن الحسنات يذهب، إن الحسنات يذهبنا السيئات. يبقى الحسنات الصغيرة تذهب السيئات الصغيرة، رجل سب ما سب، رجل أخذ درهما، رجل وقع في نظرة، فإذا صلى ركعتين أو استغفر 100 استغفار أو أنفق درهمين، كل ذلك ماحي، الحسنات تذهبنا السيئات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نصيحة أنا أقول لنفسي أولا ولإخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن. وطبعا قال المعاذ: قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها تجرها، وهذا من فضل الله على العباد، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق. والخلق الحسن من أعظم الحسنات التي يمحو الله بها الخطايا والسيئات. لذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من أفضل الصدقات والحسنات. فالخلق الحسن الذي يظهر عليه المؤمن هذا من أحسن الحسنات، فهي تمحى بها السيئات الصغيرة بالصغيرة والكبيرة بالكبيرة. فقال رجل: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات، هي أعظم. يعني معنى ذلك لو وقع بكبيرة وقال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنا أظن أنها تمحى، الكبيرة تمحى بمثل هذا. له عتق 10 من ولد إسماعيل، فهي ليست من ليس بالهين أن تقول 100 مرة وألا يمحى لك الخطايا والسيئات. والكبيرة بالكبيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عس وجس حاطب بن أبي بلتعة وبعث إلى أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ جسوس على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تسارع عليها أو لا تسارع فيها. فقال: والله يا رسول الله، او على رسلك يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه كبيرة كبيرة. نعم، لان عمر الخطاب قال: دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال: لقد صدقك الرجل، يعني لك ان تضربه لكن صدقك فلا تضربه. ثم قال: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يبقى اذا سيئة الجاسوسية صارت صغيرة بالنسبة لحسنة شهود ايش بدر، فغفرت غمرتها فغفرت. فالحسنة الكبيرة يمحى بها السيئة الكبيرة. أيضا مصطح ابن أثاث، أو مصطح ابن، هو مصطح ابن أخت ولا ابن عم، قريب لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، لما قالت تعس مصطح من أمه، قالت تعس مصطح، قالت عائشة: إياك، كيف تفعلين وقد شهد بدر. لذلك فضله لا ينسى، ومن شهد بدرا فهو في الجنة. لذلك الله تعالى أكرمه بإقامة الحد عليه لما تكلم في حادثة الإفق لتمحى. فالحسنة الكبيرة يغمر أو تغمر فيها السيئة الكبيرة. أنت ترى لما قتل أسامة الرجل، وإن قتله متأولا لكن لها ليست بالهينة، ولما قتل خالد بن الوليد من قالوا سبعنا سبعنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، قال: أبرأ، اللهم إني أبرأ عليك مما فعل خالد. لكن ما الذي محاها؟ نصرة الدين. الحسنة العظيمة يمحو الله بها كل خطيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع أول دفعة من الدم إيش اللي يحدث؟ يغفر له. ده يغفر له إيه؟ ده كل شيء، كل شيء. هذا نص في العموم، ومن الشيء الكبائر، الكبائر يغفر له في أول دفعة. قال طبعا أصلا إلا الدين، الدين هذا أمر آخر، لأنه ليست معصية، الدين ليست معصية، ليس معصية، لكن حقوق الآخرين يتعلق بها، تتعلق بها الذمم. فإذا هنا هذه دلالة على أن الحسنات يذهبنا السيئات. نعم. قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم تصريحا، هو الآن قال لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. غلظ الأمر بإيش؟ أولا لما كبر الله أكبر تعجبا مما تفعلون، والتكبير عند التعجب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال إنها السنن، يعني هذه المسألة مسألة شرع من قبل، سنن من قبلنا، الأمة التي تسير على نهج يسير على نهجهم، إن على إن وجدنا آباءنا على إيش، على أمة، وإن على أثرهم مقتدون. فقال إنها السنن، ثم قال لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشرا، شبرا بشرا وذراعا بذراعا. أنا تعجلت لأن أريد أقف عنده. وقال أن سلم لم يعذرهم، لا عذرهم من سلم، خطأ هنا في هذه المسألة، لا عذرهم من سلم، هو دلل على أنه لم يعذرهم لأنه رد عليهم وقال الله أكبر، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم ولذلك لم يكفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بدخول الإسلام وهم في الإسلام، لكن غلظ إيه؟ غلظ على المنكر، أنكر على المنكر. ولذلك احنا نقول القضية لابد أن تتكلم فيها، أما الشخص دعه وربه، الشخص لا دعه وربه، فلك إلا إذا كان وسقط عليه الحكم عينا ده أمر آخر. فهنا المسلم عذرهم حقا بجهلهم، هو عذرهم بجهلهم لم يكفرهم، ولكنه أنكر عليه على لب القضية وأصل الكفر الذي وقع فيه أو أصل الشرك الذي وقع فيه عندما قالوا جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. قال الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم، لما قال موسى اجعل لنا إلها، طلبهم لما طلبوا اجعل لنا ذات أنواط، قال هذا بالضبط مثل ما قال أصحاب موسى، موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا إثبات إلى أن التبرك إيه؟ أن التبرك من الإلهية، من الإلهية، وأن من وقع في التبرك وقع في الشرك، من وقع في التبرك في غير التبرك الذي أذن الله به وقع في الشرك كما بينا قبل ذلك. قال التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني التبرك من معنى لا إله إلا الله، وأن التبرك من العبودية، يتعبدون لله جل وعلا بطلب البركة، والبركة لا تكون إلا من الله جل في علاه، والشجر والحجر لا يملك إيش البركة. ونرى بقى الآن في العمرة والحج ما يحدث بالتبرك بالحجر الأسود، أو التبرك بمقام إبراهيم، أو التبرك بأستار الكعبة. وبينا الأسبوع الماضي أن هذا من أعظم أنواع التبرك الإيه الممنوع، لأنه وسيلة للشرك، إن لم يكن شركة فهو وسيلة إلى الشرك. عمر بن الخطاب يذهب إلى الحجر الأسود فيقبله، لكن ما كان أراد أن يقبله، يقف أمامه متعجبا، ما هذا، ينطق لا ما ينطق، في بركة ما في بركة، إيش اللي فيه؟ فقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه فيها دلالة أنه نفى التبرك وطلب التبرك. كيف نفى التبرك أن يكون بذات الحجر ممتاز ممتاز، لفضة فيه مسجد الخير، هذا فيه خير. نعم، وطلب التبرك باتباع السنة، كل البركة باتباع السنة، البركة كل البركة باتباع السنة، بل النجاة كل النجاة باتباع السنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وشيخي. صحيح، ما قال ذلك، الحمد لله النبي ما قال ذلك. يبقى نقدر نتكلم مع الأخ يقول لك شيخنا أعلم بهذا الحديث منك، شيخنا قال لا شيخنا قال، شيخنا فوق رأسنا شيخنا، لكن أين علمه؟ أين قال الله قال الرسول؟ هذا الذي نتمسك به، لأنه قال تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وإيش وسنتي. يبقى العلم كما قلنا وكررنا تكرارا ومرارا، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. الأخ والله من في العصر ألامني، قال قلت له الحديث، قال شيخي أعلم الحديث منك، انتهى الموضوع، شيخي أعلم الحديث منك وانتهى الموضوع. هذا الذي يقال في إيش؟ يقال في مثل الأحناف لما قال كل آية كل حديث مخالف لقول الإمام، إمام المذهب، مؤولة أو منسوخة، يبقى إمام المذهب صار مقدما على الكتاب وإيه والسنة. والله على ما قال وما أتاكم أبو حنيفة فخذوه ومنهاكم عنه فإيه فانتهوا، ما قال ذلك ولا قال الشافعي ولا مالك، قال وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. إن نحن نزلنا الذكرى، والذكر الكتاب والسنة، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم. قال العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. يبقى قلنا أن الأصل في الحلف أنك تحفظه لقول الله على إيه واحفظه، أنت بتحلم وأنت بتقسم، أي أحد يكلمك أقسم بالله ثلاثة بالله العظيم كذا، أقسم بالله وتكرار القسم، هذا التكرار منبوذ ليس مرغب فيه أو ليس مندوبا له في شرعنا، بل الحذر، كل الحذر من كثرة القسم،
لأن الإنسان لو تسهل في ذلك سيضيع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم والله تعالى قد أمر وأمر العامة أو الأمة قال واحفظوا أيمانكم، فإن ولدت النبي يحفظ فاعلم أن ما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فاعلم أن ما سيأتي بعده أمر إيش؟ أمر جلل، أمر عظيم. وقد كان الأمر العظيم أنهم قالوا مثل ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال 11 أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لأن الشيخ رجح بأن التبرك هنا شرك أصغر، رجح أنه شرك أصغر، وقال الشرك شركان، شرك أكبر وشرك إيش؟ أصغر. الشرك علامات الفرق بينهما، الشرك الأصغر له كفارة، الشرك الأكبر لا كفارة له، لا كفارة له. الشرك الأصغر معرض صاحبه للعذاب، أما الشرك الأكبر مخلد صاحبه في النيران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة وكما قلنا جعل له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كفارة. كالقسم، الحلف غير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر الخطاب يقول كذا قال وأبيه، أقسم بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال تصريحا في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. قال 12 يبقى هذا شرك أصغر، أما الشرك الأكبر كأن يعبد من دون الله، أن يعتقد في أن بأن الكون أقطاب وإيه وأبدال يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه، أن يصدق من يقول أن علم الغيب لا يختص به الله، كذب المنجمون ولو إيه صدقوا. الأبراج وهذه الأبراج كلها شركيات، علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ما أحد يخبرك بما يكون مستقبلا إلا الله جل في علاه. قال 12 قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا إظهار العذر لهم أنهم جهلوا لأنهم حدثاء عهد بإيش؟ بكفر. وهذه فيها دلالة أنهم كانوا يعلمون بأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بأن الحجر والشجر إيش؟ ينفع ويضر. قال فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. قال 13 ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، كما قال المسلم الله أكبر الله أكبر قلتم مثل ما قال أصحاب موسى. والتكبير عند التعجب سواء الأمر جلل في الخير أو في الشر، تقول الله أكبر الله أكبر من ذلك. فلو كان في الخير الله أكبر لأن الله هو الذي صنع هذا الخير وهو أكبر ويعطيك أكبر من ذلك خيرا، ولو كان شرا الله أكبر سيقسم ظهر هذا الشر ولا يبقيه بحال من الأحوال. فانظر عندما تقول الله أكبر أنت تستحضر في قلبك عظم ربوبية الله جل في علاه، بأن الله تعالى لو كان الهم قد أطبق عليك فالله أكبر سيفرجه، لو كانت البلية أعظم مما تكون فالله أكبر سيرفعها، ولو كان أيضا الخير الذي أتاك تستعظمه على نفسك الله أكبر سيعطيك في الجنة فوق ذلك آلاف وآلاف وآلاف من الخيرات التي يعطيها الله لعباده المؤمنين الصالحين. اللهم اجعلنا منه. قال 14 سد الذرائع، سد الذرائع وحسم المادة، لأنهم لما قالوا ولم يفعلوا حسم مادة الفعل، الله أكبر قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وحسم المادة وسد الذريعة أصل من أصول ديننا، أصل من أصول ديننا. قال الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ذريعة هو الآن مسبة الأصنام الهبل والعزة واللات، هل المسبة ديت دين ندين الله به وفيها حسنات ولا لا؟ فيها ولا لا؟ فيها. طب منع الله، لما منع الله جل في علاه؟ سد للذريعة، أي ذريعة؟ سيسب الله. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، لأنه لما سفه النبي صلى الله عليه وسلم أحلامهم وسب آلهتهم سبوا استغفر الله ذات المقدس، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا وخيرنا، قال إنما السيد الله، حسم المادة. قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، نعم هو النهي عن التشبه بأهل الكفر كلية. أنت الآن ترى يعني أنا ماشي في الشارع شايف ديك عرف ديك ماشي وكلام في الجنب ماشي، كل ذلك تشبه بمن؟ تشبه باللاعب الفلاني، تشبه بالمصارع الفلاني، وكل هؤلاء من الكفر، تشبه بأهل الكفر. والتشبه بأهل الكفر كبيرة من الكبائر، بعض العلماء قال هذه كبيرة من الكبائر. ليش؟ لأن مسلم قال من تشبه بقوم فوائه فهم، يعني شوف كبيرة، لهم منهم إذن هو معهم، ومن أحب ومن تشبه بقوم أحبهم ومن أحبهم فوائه معهم، في رواية حشرة معهم، في رواية حشرة معهم، دي دلالة على أنها كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهما يتباعدا لا يتقاربا.
قال السادسة عشر الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم سلام غضب، ولكن عند الغضب عند التعليم هو شوف المسألة عشان ما حد يقول لك الرفق الرفق، لا، في طلبة علم لا يأتي إلا أن تقرص أذنهم فيأتون. هنا غضب الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش غضب؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ها من أجل التوحيد، من أجل أعظم قضية في الكون بأسره، الكون كله ما خلق إلا لهذه القضية، فتنهار القضية أمام الموحد الأول سيد الموحدين الذي يعلم التوحيد، تنهار القضية أمامه، لا يمكن أن يقبل. لذلك قال الله أكبر مغضبا، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى. لكن الغضب ما منعه أن إيه؟ أن يعلمهم. غضب عن غضب، غضب ليظهر هذه المسألة ليست بالهينة، إنها عظيمة، ولم يمنعه أيضا من أن يعلمهم. قال السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنة. القاعدة الكلية هي إيش؟ القاعدة الكلية حد يعرفها؟ ماشي تتبعونا سنة، لكن إيه القاعدة الكلية؟ يا أخ صبري، السنة الكونية. القاعدة الكلية السنة الكونية، لا تتبدل لا تتغير، السنة الكونية، يعني ستتبعون الذين من قبلكم، ستتبعون، قال لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال فيها ولو نكح الرجل أمه لوجد في أمتي من ينكح أمه، وقد وجد الأمة، وجد فيها من ينكح أمه، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه نبوءة مسلم، ليست إقرارا بل إنكارا. لذلك لابد أن ينأى المرء عن أن يتبع سنن الذين من قبله. لذلك هم قالوا، يعني قالوا التشبه باليهود أو التشبه بغيرهم في العبادات أو العلم، يعني مثلا تفضل. قال الثامنة عشر أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. وقع المسلم لتتبعون سنن الذين من قبلكم، أنا قلت هو الآن هناك في الأمة من ينكح إيه؟ أمه. أنا أقسم بالله جاني سؤال صريح ليس بالتلميح، رجل بيبكي قال الآن أختي حامل مني ما أفعل؟ ورب العزة أقسم بالله العظيم، هذا وأنا في الخليج جاني السؤال تصريحا، قلت له ما لك إلا أن تفارق هذا البيت لا تبقى فيه. قال طب الآن الجنين هذا الذي لم يقبلوه مني قبل الأولى ولم يقبله الثانية؟ قلت لا ينزل، لا يجوز إنزاله، مالي وله، لا يجوز إنزاله بحال من الأحوال. من أعجب المسائل التي سألتها هنا أن رجل يعني جعل التلقيح خلاص عاش دهرا لا ينجب فأراد الإنجاب فأراد بالتلقيح، أنا قلت جائز ليس فيها ثم شيء بشروط، وبينت الشروط، إن خرمت الشروط وكانت النطفة من غير الرجل ووضع في الرحم وبعدما حملت بشهور ظهر أن النطفة ليست من إيش؟ من نطفة الرجل. طبعا هذا ليس بزينة لكن شابه الزينة في الحكم. هذه مسألة فقهية وعرة عند الفقهاء اسمها استئجار الرحم، هل الرحم يستأجر أم لا؟ الإشكال أنها فيها مشابهة باستئجار الرحم وفيها مشابهة بالزنا، لأن أصل البويضة من المرأة استئجار الرحم أن بويضة غير بويضتها ونطفة غير نطفتها معمنية غير منية زوجة يحدث التلقيح وتوضع البويضة المخصبة في رحم المرأة هذه، يبقى ده اسمه استئجار الرحم. هذه مسألة خلافية فقهية بين العلماء، وإن كنت أنا أدين الله بأنها لا تجوز بحال من الأحوال، وكان بعض العلماء يجوز استئجار الرحم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن شوف هذا عجيب الأمر. ولما الرجل استفاق وقال طب خلاص ننزله، فالمرأة اشتدت قالت لو طلقت لن أنزله، انتهى أمري مش هنزله لو طلقت. فقلت فأنا جبت له الأمرين، قلت له أصالة لا يجوز إنزاله، لا يجوز، ما لك وله، هذا نطفة خلقها الله أنت لا تتعد عليه، لا يجوز بحال من الأحوال، بحال من الأحوال بعد 42 يوم حتما حسما لا يجوز الاقتراب من هذه البويضة التي خصبت، فالله المستعان. فعامة يعني هذا تطبيق لقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم. قال التاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، معناه أننا لا نقول كما قال حذيفة المرة لهم والحلوة إيه، كل ما تأتي نهي أو يأتي يقول هذه نزلت في اليهود وأهل الكتاب، هذه نزلت في اليهود وأهل الكتاب، طب ونحن براء؟ قال نعم إخوة إيه؟ نعم أبناء العمومة هؤلاء، عندما تنزل المرة تكون لهم وتكون الحلوة إيش لكم، لا المسألة على العموم. ودلالة العموم إيه؟ قول الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد، إن سرتم ما ساروا كان لكم الحكم كما كان لهم.
قال العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها متقرر. قال إن أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. والله هذا بعيد، أنا ما أرى من أين أتى بهذا. ها لحظة لحظة، ها فين أحزاب القبر والثاني والثالث؟ فين هي؟ أين هو؟ هو مش فاهم. هو بيقول الآن أن العبادات مبناها على إيش؟ على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، من ربك؟ فين الأمر؟ فواضح، وأما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إيه؟ آلهة. هو الكلام هنا على الأساس أنه بيقول فصار فيه تنبيه على القبر، من ربك؟ على أساس، على أساس قلتم مثل ما قال أصحاب موسى، موسى اجعل لنا إلها كما لهم، كما لهم آلهة. صراحة النزع في هذا بطيء، فيه نظر، النزع من هذا الحديث فيه نظر. قال ومن نبيك؟ قال النبي يؤخذ من إخباره بالغيب لتتبعن سنن الذين من قبلكم. وأما مسألة الإخبار، أما مسألة قولهم اجعل لنا إلها، ما دينك؟ قال اجعل لنا إله، في قولهم اجعل لنا إلها على أساس أنها ديانة، على أساس أنها عبادة، ما دينك؟ عبادتك التي تعبد بها الله جل وعلا. صراحة الاستنباط منها والنزع فيه، فيه شيء من البعد. قال الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الله أكبر. وقال أنا برئت الذمة من جلس بين يدي المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فينا عليكم فإن اليهود لا تصلي فينا عليهم، اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، حتى أنه قال اتزروا وتسرولوا فإنهم يتزرون ولا يتسرولون. مخالفة تامة لأهل الكتاب، والموافقة تأتي بالضياع والهلاك للعباد. قال الثانية والعشرون أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم نحن حدثاء. شوف هذه صحيحة جدا، الإنسان يتأثر بما ألف، بما كان عليه في الجاهلية فتأثر به، وهذه دلالة على أن المعتقدات الراسخة تحرك، المعتقدات الراسخة تحرك. ألفوا، هم ألفوا التبرك بالأصنام والتبرك بالأشجار، فلذلك قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم بألف، لكن اعتذر وقال حدثاء عهد بكفر. تفضل شيخ. نعم الباب. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، الذبح هو النحر، وهذا النحر هو من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات، الذبح من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات. قال ما جاء في الذبح لغير الله، وهذه علة تعليل، يعني الذبح كان لغير الله جل في علاه، يتقرب به لهبل، يتقرب به للأصنام، يتقرب به للبدوي، يتقرب به لغير الله جل في علاه. قال ما جاء في الذبح لغير الله، أولا الذبح قسمان، ذبح هو توحيد، وذبح هو شرك، وذبح فيه إباحة، يبقى أقسام ثلاثة. الذبح أقسام ثلاثة، ذبح هو توحيد لله جل في علاه، وهو الذبح الذي قاله الله جل في علاه وبيانه أنه من أعظم الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات النفقات، لأن بعض ما يقول أعظم منها الزكاة، لكن هو منها، يعني الذبح من أعظم الطاعات، أن تذبح لله إراقة الدماء من أجل الله جل في علاه أو قرب الله جل في علاه أعظم النفقات التي تطلب بها الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج، النحر وإن كان في ضعف لك المعنى صحيح. قال الله جل في علاه فصل لربك وانحر، فالأضحية من أعظم الطاعات التي يتقرب بها المرء إلى الله، ولذلك اختلف الفقهاء في وجوب الأضحية وسنة الأضحية، أضحية وإن كان الجمهور وأنا دين الله بذلك بأنها سنة وليست واجبة الأضحية، لكن قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أمر يتأكد فيه الاستحباب، فصل لربك وانحر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من امتلك الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مساجدنا، اللي امتلك مال ليضحي فلم يضحي، قال من امتلك الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مساجدنا. وأيضا أن الذبح الفاضل أو الذبح القربة لله جل في علاه العقيقة، لذلك الإسلام قال كل مولود
مرهون بعقيقته تعق عنه في يومه السابع، أو قال تعق عنه ويسمى ويختتن في اليوم السابع. فمن السنة أن الولد الصغير أو البنت يختتن في اليوم السابع ويسمى في اليوم السابع ويعق عنه في اليوم السابع. هذا إن لم يبيت النية قبل على التسمية، يعني لو بيت النية قبل على التسمية له أن يسمي، لكن إن لم يبيت النية على اسم يجعله سنة إلى اليوم السابع، والعقيقة تكون في اليوم السابع، وأيضا الختان يكون في اليوم السابع. هذا الذبح الثاني. الذبح الثالث الوليمة، وليمة العرس أو وليمة الانتهاء، وليمة العرس، وليمة الفرح، وليمة البهجة، وليمة تجمع الناس على خير. الوليمة قال أولم ولو بشات، أولم إن كنت مسافرا فالوليمة استعقد حتى لو مش موجود، عشان تعلموا على صحيح مسلم، وإن كنت موجودا فهذا الخير الكبير بإذن الله. هذا هو. فقال أولم ولو بإيش؟ ولو بشات. قال أولم ولو بشات، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، وهذه دلالة واضحة جدا على أن أفضل الطاعات وهو الذبح والنحر في سبيل الله. الثالث الذبح لغير الله جل في علاه هو الشرك، وهذا توحيد. ذبح لله في علاه توحيد. والذبح الثاني للشرك هو الذبح للملائكة، الذبح للأنبياء، الذبح للأولياء، الذبح للقبور ولأصحاب القبور. هذا الذبح الشرك، وهو شرك أكبر يخرج من الملة. هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لغير الله، فصرفها لغير الله شرك، وصرفها لله توحيد. والثالث هو الذبح المباح، الذبح المباح. والذبح المباح هو ذبح للضيفان، ذبح للإكرام. هذا ذبح مباح، كما كان إبراهيم عليه السلام كان كما لقبوه بأبي إيش؟ الضيفان، لأنه قال فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فإن ذبح لضيفه ونحر من أجله فهذا الخير كل الخير له، وهذا كما قلنا مباح. وقد تنقلب العادات إلى عبادات لو 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 انتوى خيرا في إكرام ضيفه، كما قال مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والأوم الآخر فليكرم ضيفه، والعمل بذلك انقلب هذا النحر من العادة أو من الإباحة إلى العبادة والسنية والاستحباب. هذا شرح الأصل في قول الله، في قول المصنف ما جاء في الذبح لغير الله. نقف هنا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.